صباح الخير. بونجورنو، صباح الخير، صباح الخير عليكم، صباح الخير. واحنا موجودين في بروجيتو ايطاليانو، بروجيتو ايطاليانو، كتاب بروجيتو ايطاليانو، طبعا على جي اس العربي، وموجودين في الدرس الرابع من بروجيتو ايطاليانو. تمام، اوكي، نشوف بسرعة. طبعا احنا خدنا الحاجات كلها ولكن بنسترجعها من خلال الكتاب بالنسبة للناس اللي هي طلبت الكتاب. صباح الخير، صباح الخير، بونجورنو، صباح الخير. اوكي، تمام. اول حاجة هنا احنا بناخدها هي الارقام او اينومري. طبعا احنا خدنا اينومري دا اونو ادياتشي، احنا هنا بناخد بقى من اول اونديتشي. فعندنا هنا اونديتشي، 11، دوديتشي، خلي بالنا، دو خلي بالنا، كانت هناك دو، يعني دو اتنين، تمام، دو، ولكن دوديتشي اللي هي ال دوديتشي كون لا او، تمام، دوديتشي، دوديتشي، اوكي، كون لا او اللي هي 12، دوديتشي، 11، دوديتشي، 13، 14، 4 هناك كانت 4، 4، 14، 15 و16. نخلي بالنا كمان من 16، عشان طبعا كلنا غلطنا وعملنا الغلطة الفادحة ان احنا قلنا 16، لا هي 16 بدون اي، 16، 16، تمام، 16، 17، 17، في هنا 2 اس، 17 بالا، 17، تمام، 17، 18، 19، 2 ان، اوكي، 19، 20، 21، 22، 23، نخلي بالنا مع 1 و8 بنصطب الحرف المتحرك، فبتكون 21 و28، والباقي عادي، 23، 24، 25، 26، 27، وهكذا، تمام؟ اوكي، لحد 30، 30 اللي هو رقم 30 اللي احنا هنقف عنده. اوكي، تمام، اوكي، طيب نكتبهم بسرعه برضه عشان خاطر يكونوا معانا. اونديتشي، اونديتشي اللي هي 11، وبعد كده دو بالاو، ديتشي خلي بالنا بالاو، بعد كده تري ديتشي، اوكي، تري طبعا بالتي هنا، تري ديتشي، و14، 14، 14 و15، 15، ok, و16، ok, بعد كده 17، ناخد بالنا من 16 و17، 10، ok, 17, 2s, 17, 18, عادي 18, ok, و19, 19, 2n, ok, بعد كده 20, ok, تمام، يبقى هنا ايه، ناخد بالنا من 17 و19، 2s, 17, 17 و19, 2n، وبعد كده ناخد بالنا من 21. هنا مش بقول 21، لا 21، ولكن بقول 22، ماشي، ناخد بالنا طبعا الباقي اوكي، وناخد بالنا من 28 بدون الحرف المتحرك، 21 و28، تمام، بنيسيمو. بعد كده معانا هنا، اوكي، كيدي ال تو كومبانيو، وهنا في ده وفي بي ريسبوندي على دوماند، يعني اتنين ممكن يعملوها مع بعض. كومي سي كياما، كومي سي كياما، يعني هنا انا بقول حضرتك اسمك ايه، كومي سي كياما، كومي سي كياما، انا لو هقول انت هقول كومي تي كيامي، كومي تي كيامي انت، وكومي سي كياما لاي، لاي حضرتك، كومي سي كياما، اوكي، لاي كومي سي كياما، او تو كومي تي كيامي، اوكي، وكوانتي انيا، كوانتي انيا
حضرتك او كوانتي يعني اي انت، كوانتي يعني اه او كوانتي يعني اي. اوكي، العمر نفسه بنسال عنه عن بالفيرب افير زي ما احنا عارفين. و كومي سي سكريف، كومي سي سكريف لتر بر لتر il suo nome e cognome. هنا بيقول لك كيف يكتب حرف حرف اسمك ولقبك، اسم العائله. تمام، اوكي. يعني انا لما اسال حد اسمك ايه هقول له كومي تي كيامي، كومي تي كيامي، كومي تي كيامي، ما اسمك. اوكي، لو الحد ده في بيني وبينه مسافه او اللي هي صيغه الاحترام بقول كومي تي كياما، كومي سي كياما، ما اسم حضرتك. اوكي، كومي تي كيامي وكومي سي كياما، في الحالتين الرد بيكون مي كيامو، مي كيامو مثلا اي حاجه ماركو. اوكي، مي كيامو ماركو، تمام، في الحالتين. او بقول سونو ماركو، سونو ماركو اللي هي بستخدم الفيربو اسر، ممكن استخدم الفيربو اسر للتعبير عن الاسم او الفيربو كيامارسي. اوكي، تمام. وبعد كده ممكن اسال السؤال الثاني اللي هو كوانتي اني اي. طبعا احنا خدنا الفيربو اسر والفيربو افيري والفيربو كيامارسي. كوانتي اني، اوكي، اي، كوانتي اني اي انت، وكوانتي أني أي حضرتك، أني حضرتك، تمام. وهنا في الحالتين بقول أو مثلا 32 أني مثلا، تمام. أوكي، تمام، ده بالنسبة للفيربو أفير. احنا خدنا أسر وأفير وكيا مارسي. هنا أنا ممكن، وفي حاجة اسمها إيل نومي. أوكي، إيل نومي اللي هي الاسم، وإيل كونيومي اللي هو اللقب. أوكي، يعني مثلا بقول ماركو روسي، ماركو، اوكي، روسي، ماركو روسي مثلا، ماركو نومي وروسي، روسي الكونيوم، الاسم واسم العائله، نومي والكونيوم. خلي بالنا احنا خدنا ان جي ان بتتنطق ني، كونيوم، كونيوم، اوكي، نومي وكونيوم. لما في حد مش عارف، مش فاهمه الحاجات اللي بيقولها وعايز اكتبها، فبقول له كومي سي سكريف، كومي سي سكريف، كيف يكتب، كومي سي سكريف، come si scrive il tuo nome مثلا، il tuo nome، يعني كيف يكتب اسمك انت، تمام، كيف يكتب اسمك، come si scrive il tuo nome او come si scrive il tuo cognome. grazie 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 Donovan، grazie gentilissimo. ok، او come si scrive il tuo cognome، come si scrive، come si scrive il tuo cognome، cognome قلنا اللي هو اللقب. هنا انا بطلب منه ان يتهجى اسمه او لقبه بالحروف، لترا بير لترا، حرف حرف، ان هو يبدا يتهجى. تمام، اوكي. بعد كده هنا معانا دوبيه كونسونانتي، دوبيه كونسونانتي. طبعا احنا عارفين ان كونسونانت اللي هي الحرف الساكن، لا كونسونانت، وعندنا لا فوكالي الحرف المتحرك، واحنا خدنا لي فوكالي اللي هم 5 لتر فوكالي اللي هم الا والاي والاو والاو ا اي والاو والاو، تمام، اللي هي لي فوكالي. لي فوكالي هم 5 لي فوكالي، اوكي، هم 5 اللي هم الا والاي والاي والاو والاو، تمام، فيما عدا ذلك بيكونوا كونسونانتي، كونسونانتي يعني حروف متحركه. هنا بيتكلم لو جه عندنا دوبيه كونسونانتي، يعني حرفين متحركين ورا بعض، تمام، ساكنين، الناس حرفين ساكنين ورا بعض، كونسونانتي، لا كونسونانتي ساكن ولا فوكالي متحرك. هنا مثلا تشي تشي، تشي تشي، فهنا حرف تشي كيف ينطق؟ طب احنا اخذنا نطقين شي، احنا اخذنا تشي سونو دولشي وتشي سونو دورو، يعني قلنا في عندنا تشينا، تشينا اللي هي دولة الصين، قلنا عندنا تشينا اللي هي العشاء، وقلنا عندنا كاني اللي هي الكلب، في الحالة دي تشي وتشي وكا، اوكي، طبعا قلنا تشي وتشي مع الاي والاي وكا مع باقي الحروف. طيب هل يا ترى لو كررنا تشي تشي كيف تنطق؟ تنطق تشي او تشي او كا على حسب الاولى بتتبع الثانيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو الثانيه هتتنطق كا
اوكي، زي في كلمة بيكولو يبقى الأولى تتبعها، فهتكون بيكولو. هنا أنا كررت الحرف تشي على إنه كاكا، أوكي؟ بيكولو بيكولو، تمام؟ بيكولو. وأين بس في الحالة التانية هنا كابوتشينو تشينو، لأن التشي التانية هتنطق تشي تشينو، أوكي؟ فهتكون كابوتشينو كابوتشينو اللي هو الكابوتشينو طبعًا، ولكن هنا بيكولو، فهنا أنا كررتها لأنها كاكا، وهنا كررتها لأن هي تشي تشي. اوكي، بيكولو كابوتشينو، تمام. اف اف، خلي بالنا ان الحروف لما بتتكرر هما مش بيكرروها يعني كده لعبه، لا لازم ننطقها مرتين. يبقى هنا كافيه كافيه، اف اف كافيه. ديفيتشيلي 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 طبعا يعني صعب. وهنا اوجيتو اوجيتو، نفس الطريقه في جي 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 جي، لما يجي ورا بعض جي جي. طبعا احنا خدنا ان في جي بتتنطق جينوكيو مثلا، جينوكيو اللي هي الركبه اللي هي جي، واخدنا الجي بتتنطق جيلاتو جيلاتو اللي هو الايس كريم، واخدنا الجي بتتنطق جاتو. طيب يعني هنا بتتنطق جي وهنا جي وهنا جي، اوكي. طب هل يا ترى لو جه جي جي ورا بعض كيف تنطق؟ هتنطق جي ام جي ام جي؟ على حسب الثانيه، الثانيه الاولى تتبع الثانيه في النطق، تمام. فهنا بقول ايه؟ اوجيتو اوجيتو، عشان الثانيه هتتنطق جي فهقول اوجيتو، تمام. جيتو اوجيتو يعني اوجيتو اللي هو الموضوع، واوجيتو كمان يعني الجماد، يعني في حاجه، في شيء، تليفون كمبيوتر، اوجيتو حاجه يعني شيء جماد، اوكي. واوجيتو اللي هو الجماد، واوجيتو كمان اللي هو المفعول به، تمام. اوجيتو. وفي بعد كده ادجيتيفو 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 اللي هو اسمه ايه ثانية، الادجيتيفو اللي هي الصفة، تمام. ادجيتيفو، اوكي، ادجيتيفو. وهنا عندي اوجيتو، اوكي، تمام. وفي بعد كده معايا هنا جي جي، عندي ال ال، فبقول بيلو بيلو بيلو، اوكي. بيلو يعني حلو او جميل، وجالو ال ال جالو، اوكي. ام ام هنا بقول ماما 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 ماما، ام ام ماما. او ايماجيني ايماجيني، طبعا احنا هنا جالو يعني اصفر، اوكي، عارفينها احنا جالو يعني اصفر، وهنا ايماجيني يعني صوره، طبعا ماما يعني ماما، اوكي. وهنا معانا نونو نونو اللي هو الجد، ومعانا جونا نا جونا يعني اللي هي تنوره او جيب او كده يعني، اوكي. جونا. وفي هنا رر تر تر يعني ارض، وكوريتو هنا رر وتي تي، كوريتو يعني صحيح. وهنا ستيمانا 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 يعني اسبوع، واتنسيوني اتنسيوني يعني الانتباه، يعني حد ينتبه، اتنسيوني، تمام. طبعا احنا خدنا ان حرف زيتا لما بيجي في منتصف الكلام بينطق اتنسيوني، تمام، اوكي. غير في بدايه الكلام بينطق زاينو زيو، اوكي، فبينطق ايه بشكل مختلف، تمام، اوكي، تمام. بعد كده في عندنا الحاجات اللي هي نوفو انيتسيو، نوفو انيتسيو يعني بدايه جديده، نوفو انيتسيو يعني بدايه جديده. الفيربو انيتسياري او كومينشاري معناه يبدا، اوكي، انيتسيو يعني بدايه، اوكي، اوكي. طبعا في انيتسيو ممكن احنا نبدا نوفو كورسو، ونوفو كورسو يعني كورس جديد، او نبدا عمل جديد، ربنا يكرمنا، ونوفو لافورو، ونوفو كورسو، ونوفو لافورو، او ممكن نبدا نوفو اموره، نوفو ونوفو اموره يعني حب جديد، اوكي، ونوفو كورسو، نوفو لافورو، ونوفو اموره، تمام.
Ok, quali di queste parole conoscete o capite? الكلمات اللي احنا نعرفها من الكلمات الآتية، فعندنا كلمة نوتيتسيا، نوتيتسيا يعني خبر، نوتيتسيا، نوتيتسيا خبر، تمام؟ نوتيتسيا، نوتيتسيا، اوكي، يعني لما تكون قناة للأخبار فبتكون كانالي دي نوتيتسيا، نوتيتسيا طبعا نوتيتسيا هناك بقى في الجامعة هي الأخبار، هنا نوتيتسيا يعني خبر، اوكي نوتيتسيا. بعد كده في عندنا كلمة importante، importante اللي هي صفة معناها مهم، importante، importante يعني صفة، notizia، notizia يعني خبر، وهنا importante يعني مهم، تمام؟ أو مهمة طبعا، يعني تمشي مذكر ومؤنث لأن آخرها إيه؟ أوراريو، أوراريو يعني المواعيد، أوكي؟ يعني مثلا أقول أوراريو دي لافورو، أوراريو دي لافورو يعني مواعيد العمل، أوراريو، أوراريو، أوكي؟ أو أوراريو ديل نيجوتيو، مواعيد المحل، أوراريو. Orario, orario, يبقى notizia يعني خبر، importante يعني مهم، orario يعني ميعاد أو المواعيد، وهنا agenzia، agenzia يعني وكالة، agenzia، agenzia وكالة، طبعا على حسب ما احنا هنقول، لو قلنا agenzia دي viaggi يعني وكالة أسفار أو وكالة سياحة يعني سفر، ولو قلنا agenzia دي lavoro يبقى وكالة عمل بتقدم أعمال يعني، ولو قلنا agenzia مثلا دي notizia يعني وكالة أخبار، على حسب هي agenzia دي إيه. تمام، بعد كده في عندنا هنا إيه تاني؟ كازا، كازا، كازا طبعا يعني منزل، وكازا اوكي منزل او بيت اللي هو كازا منزل، تمام. وفي بعد كده طبعا شقة اللي هي ابارتامنتو، وفي عندي بعد كده ديريتوري، ديريتوري يعني المدير، ديريتوري، ديريتوري، يبقى هنا نوتيتسيا خبر، importante مهم، واوراريو مواعيد، واجنسيا يعني وكالة، كازا يعني بيت، وديريتوري يعني دايركتور يعني اللي هو المدير، تمام. وبعد كده معانا جنتيلي، جنتيلي يعني حد جنتل يعني ذوق، جنتيلي، جنتيلي، اوكي جنتيلي، اوكي. وبعد كده هم كاتبين فورتوناتا، فورتوناتا يعني محظوظة، اوكي فورتوناتا يعني محظوظة، طبعا فورتوناتو يعني محظوظ، يعني ان شاء الله نكون كلنا فورتوناتي محظوظين، فورتوناتو حد واحد محظوظ، فورتوناتا واحدة محظوظة. تاني نوتيتسيا خبر، importante مهم، اوراريو يعني مواعيد، واجنسيا يعني وكالة، وكازا يعني منزل، ديريتوري يعني مدير، جنتيلي يعني ذوق يعني، وعندنا فورتوناتا يعني محظوظة، تمام. يبقى هنا دي شوية فوكابولي أو شوية مفردات. أوكي، هنا بقى هنشوف إيه اللي معاه. فعندنا هنا دوفي لافوري ادسو، اين تعملين الان؟ كلمه دوفي معناها اين، دوفي، دوفي معناها اين، لما اقول دوفي لافوري اين تعمل، اوكي دوفي لافوري اين تعمل، اوكي دوفي لافوري، اوكي. ممكن ازود عليها كلمه ادسو اللي هي اين تعمل الان، adesso، ماشي، يبقى dove lavori tu، اين تعمل، و adesso، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، انا كمان بحب، شكرا جزيلا، اوكي dove lavori و dove lavori adesso، تمام، اوكي تمام. تعال نشوف هنا ايه اللي معانا، في معانا conversazione و conversazione ما بين ماريا و جانا، اوكي ماريا و جانا، تمام. هنا عندنا ماريا بترد على التليفون فبتقول برونتو، برونتو في بعديها بونتو انتروجاتيفو اللي هي ايه يعني في تساؤل مين اللي بيتكلم، برونتو. جانا بتقول لها تشاو ماريا، سونو جانا، سونو جانا، لا ايه تشاو كومي ستاي،
اوكي تشاو كومي ستاي. كومي ستاي يعني معناها كيف حالك او كيف حالك انت، على حسب طبعا الموقف. هنا بتكلم بنت، كي كومي ستاي. كومي ستاي يعني كيف حالك. اوكي والاجابه عليها بقول ستو بيني جراتيه اتو، او ستو مولتو بيني. ادرسو ستو بيني. اوكي جراتيه اتو، او هنا جراتيه. اوكي تمام، ممكن ازود التو. تمام، ممكن اقول هنا ستو مولتو بيني، مولتو بيني جراتيه، نفس الطريقه جراتيه تو. تمام، او ممكن اقول ان انا نون ستو بيني، لو حد مش كويس، سونو ستانكا مثلا، او مال دي تيستا، نون ستو بيني. اوكي ممكن اقول ستو اباستانسا بينا. اباستانسا بينا يعني الى حد كبير، ولكن مش بيني ولا مولتو بيني، اقل من البيني، فبقول ستو اباستانسا بينا. ستو اباستانسا بيني. تمام، وممكن طبعا اقول ستو مالي، لو في اي حاجه لا قدر الله مش كويسه، ستو مالي، وليا نفسها نون ستو بيني. وممكن اقول نون تشي دي مالي، نون تشي دي مالي، نون تشي دي مالي يعني لا يوجد شيء وحش، يعني نون تشي دي مالي، لا يوجد شيء سيء، شغاله يعني نون تشي. اوكي نون تشي مالي. تمام، كل دي بتكون ردود لي كومي ستاي. تمام اوكي، بعد كده في عندنا ايه تاني؟ هنا بتقول لها بيني اتو، كويسه وانتي بيني، مادا كوانتو تيمبو. مادا كوانتو تيمبو مصطلح مقصود بيه يعني منذ متى، يعني يا بقالنا كتير قوي ما اتكلمناش، فينك يا شيخ؟ دا كوانتو تيمبو، ما دا كوانتو تيمبو مصطلح ممكن احنا نستخدمه مع حد ما شفناهوش بقالنا وقت طويل، او ما سمعناش صوته بقالنا وقت طويل. ما دا كوانتو تيمبو. اوكي، فانا جنت لا اي سي اي راجوني. اي راجوني يعني عندك حق. لما احب اقول لحد عندك حق هقول له اي راجوني، اي راجوني، ما شفتكش من زمان، ما دا كوانتو تيمبو، ما دا كوانتو تيمبو، عندك حق، اي راجوني. اوكي سنتي، او اون نوتيتيا امبورتانتي. طبعا احنا عرفنا ان نوتيتيا يعني خبر، امبورتانتي يعني مهم، يعني عندي خبر مهم. وطبعا او تصريف الفيرب افيري مع ايو. تمام، يبقى هنا او اون نوتيتيا امبورتانتي. تمام، عندي خبر مهم. فماريا بتقول لها تشوي، واللي هو الا وهو تشوي، الا وهو تشوي، تشوي الا وهو. تمام، تشو اي، تشوي الا وهو، ماشي، تشو اي، تشوي الا وهو، اللي هو ايه بقى الخبر المهم ده؟ اوكي، او نوتيتيا امبورتانتي. فهنا بتقول لها non lavoro più in farmacia، non lavoro più in farmacia، لم اعد اعمل في الصيدليه. farmacia يعني صيدليه، بتاخذ حرف الجر in. non lavoro più in farmacia. davvero، davvero نخلي بالنا ان هي una parola، davvero، davvero يعني حقا، davvero. اوكي davvero حقا، una parola. اوكي davvero، فهنا بتقول لها davvero. تمام، فين بقى davvero؟ e dove lavori adesso، واين تعملين الان؟ e dove lavori adesso، قالت لها in un'agenzia di viaggi، in un'agenzia di viaggi، في وكاله للاسفار، في شركه سياحه يعني، in un'agenzia di viaggi. che bello، che bello، يا لها من شيء جميل، يعني حاجه جميله. sei contenta، مبسوطه فرحانه، sei contenta، سعيده، هل انت سعيدة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سي مولتو، أيوة جدا. ليه بقى؟ اي كوليجي سونو سيمباتيتشي، اي كوليجي سونو سيمباتيتشي. تمام، عندنا كوليجا، كوليجا يعني زميل أو زميلة. تمام، الكوليجا ولا كوليجا، كوليجا. اوكي الاثنين بينتهوا بحرف الأ، ماشي، ولد أو بنت، معناها زميل أو زميلة. سيمباتيكو، سيمباتيكو يعني اللي هو لطيف،
حد لطيف، اوكي سيمباتيكو. لما اقولها على بنت هقول سيمباتيكا، لما هقولها على اولاد جمع مذكر اقول سيمباتيتشي، لان تشي اي هتكون تشي سيمباتيتشي، اوكي. ولما هقولها على بنات هقول سيمباتيك، هزود لا لتر اكا وبعديها الاي هتكون سيمباتيك، تمام؟ يعني لطيف. وعكسها انتيباتيكو، انتيباتيكو يعني حد غلس رخم، اوكي. طبعا انتيباتيكو انتيباتيكا وانتيباتيتشي وانتيباتيكي، تمام، اوكي. فهنا بتقول لها اي كولاجي سونو سيمباتيتشي، يعني الزملاء لطاف. il direttore، direttore احنا قلنا ان هو المدير. جنتيلي، جنتيلي قلنا ان هو يعني ذو، جنتل. كارينو كمان حلو بقى، شكله حلو، امور كده. كارينو هي طبعا ايه، بنات مع بعض. الاوراريو يعني مش مهم ان هو يكون امور، يعني مواعيد اخبارها ايه، تمام، المواعيد. اوكي، فهنا بتقول لها الاوراريو المواعيد، قالت لها الاوراريو دوفيتشو. اوراريو دوفيتشو اللي هي مواعيد المكتب العادي، كل المكاتب بتفتح من الساعه 9 للساعه 5، قالت لها اوراريو دوفيتشو، تمام. اوراريو دوفيتشو يعني اللي هو مواعيد المكاتب، اوفيتشو يعني مكتب. لاجنسيا ابري على 9، ابري على 9 بتفتح في الساعه 9، كيود وبتغلق على 5 في الساعه 5، تمام. يبقى هنا ابري على 9 كيود على 5. هتلاقي ايه على كازا، a che ora arrivi، a che ora يعني في اي وقت، a che ora يعني اللي هي معناها quando، يعني a che ora، تمام. a che ora arrivi طبعا اللي هي بتوصلي امتى، a casa a che ora arrivi. فهنا بتقول لها sono fortunata، انا محظوظة. quando finisco، quando finisco di lavorare، لما بنتهي من العمل. sono fortunata طبعا انا محظوظه، ان شاء الله نكون كلنا فورتوناتي. وهنا quando finisco لما بنتهي di lavorare من العمل. prendo il metro، المترو هو احسن نقول la metro، يعني la metro هي الكلمه الايطاليه، المترو هي كلمه جايباها من الفرنسيه فهي كلمه اجنبيه. la metro، la metro هي الافضل في الاستخدام، ايطاليه مره واحده، تمام، اوكي، تمام. بعد كده معانا ايه تاني؟ اوكي تمام، لا مترو. بعد كده هنا بتقول لها ايه تاني؟ بتقول لها sono fortunata quando finisco di lavorare prendo il metro e dopo 20 minuti sono a casa. بعد 20 دقيقة بالظبط بكون في البيت. dopo، dopo يعني بعد، dopo بعد 20 minuti sono a casa بكون في البيت. قالت لها برافا جانا، برافا، اوكي، sono contenta per te، لما تكون فرحان لحد اشترى حاجة جديدة، نجح في أخذ عمل، فبتقولي إيه؟ sono contenta per te أو sono contento per te. لو طبعا حضرتك رجل هتقول له sono contento per te، اوكي، أنا سعيد من أجلك يعني، اوكي، أو sono contenta per te، أنا سعيدة من أجلك، تمام. نشوف المحادثة كده سريعا، اوكي. هنا ماريا بتقول برونتو، جانا بتقول لها تشاو ماريا سونو جانا، تشاو كومي ستاي بيني اي تو، بيني ما دا كوانتو تيمبو، سي هاي راجيوني، سنتي او اونا نوتيزيا امبورتانتي، تشوي نون لافورو بيو ان فارماسيا، دافيرو، اي دوفي لافوري ادسو؟ ان اونا اجنسيا دي فياجي. Che bello, sei contenta? Sì, molto. I colleghi sono simpatici. Il direttore è gentile, carino. E l'orario? L'orario d'ufficio. L'agenzia apre alle 9 e chiude alle 5. E a casa a che ora arrivi? Ah, sono fortunata. Quando finisco di lavorare prendo il metro e dopo 20 minuti sono a casa. Brava Gianna, sono contenta per te. Tamam, ok. أعتقد إن المحادثة واضحة، الكلمات فيها واضحة. في عندنا هنا بعض الأسئلة إذا عرفنا نجاوبها، مثلا هنا معانا quale، quale يعني إيه هي، يعني quale،
Qual è la bella notizia di Gianna? Ok? Qual è? Ma هو الخبر الجميل لجانا. ماشي؟ Qual è la bella notizia di Gianna? Ok. طبعا ايه هي la bella notizia? ان هي non lavora più in farmacia و lavora in un'agenzia di viaggi. تمام؟ Dove lavora adesso? إن هي واضح إن الفارماتشيا دي كانت مبهدلاها، فهي بيلا نوتيتيا بالنسبة لها. إن هي نون لافورا بيو، لا لم تعد تعمل، نون لافورا بيو إن فارماتشيا. Dove lavora adesso? فهي lavora إن أون أجنسية دي فياجي، إن أون أجنسية دي فياجي، لا هي مش إن فياجي مرة واحدة، إن فياجي لا أجنسية دي فياجي. اوكي ان اون اجنسيا دي فياجي اوكي وهنا اي كونتنتا دل نوفو لافورو هي فرحانه بالنوفو لافورو سي اي كونتنتا طبعا هي قالت ان اي كوليجي سونو سيمباتيشي وال ديريتوري اي جنتيلي وكارينو فهي فرحانه فرحانه بكل حاجه فيها وان هي فورتوناتا كمان لان شغل جنب المترو تمام هنا بقى عندنا في فيربي لا الفيربي هناخدهم ان شاء الله في المرة القادمة عشان الأول لازم ناخد تصريف الأفعال وبعدين نرجع هنا. أوكي. Va bene. Allora vi ringrazio e a dopo. Grazie, alla prossima. شكرا جزيلا.